وأن الإنسان يكتب له أجر ما نوى وإن وقع الأمر على خلاف ما نوى. وهذه القاعدة لها فروع كثيرة، منها ما ذكره العلماء رحمهم الله أن الرجل لو أعطى زكاته شخصا يظن أنه من أهل الزكاة فتبين أنه غني وليس من أهل الزكاة فإن زكاته تجزئ وتكون مقبولة، تبرأ بها ذمته لأنه نوى أن يعطيها من هو أهل لها، فإذا نوى فله نيته